في حديث خاص لقناة يورونيوز الدولية أجراه غريغوار لوري في بروكسل، رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يتحدث عن أزمة اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. التحديات شاملة. في بروكسل يتقدم البعض بحلول واقعية، ويشير هذا البعض إلى أن التحدي هو تحد عالمي، لكن المعالجة يجب أن تكون أوروبية. البعض الآخر يقول أن المعالجة يجب أن تكون على مستوى الدول منفردة. هذا يعني أن البعض يقترح حلولا محلية لمشكلة دولية. لنأخذ مثلا المجر. رئيس وزراء المجر أعلن عن استفتاء حول استقبال اللاجئين. الرقم الحقيقي للاجئين في المجر هو 1300 لاجئ، وبسبب هذا العدد سيصار إلى استفتاء. لا يمكن القبول بهذا الأمر. هذا جواب محلي لتحد دولي. الجواب لا يكون دوما إذن بإجراء الاستفتاء. سنعطيكم أرقاما. 500,800,000 هو عدد سكان الاتحاد الأوروبي. أين المشكلة في توزيع مليون لاجئ على 28 دولة؟ بعض الدول تعارض مبدأ توزيع اللاجئين، وعندما يتعثر حل المشكلة هذه الدول بالذات تلوم الاتحاد الأوروبي. هذه سابقة في تاريخ أوروبا. ماذا عن تركيا؟ هل تطبق أنقرة مضمون الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي؟ لست مراقبا على الأرض، لكن عدد اللاجئين يتضاءل وتركيا تساعد، لكن تجب مضاعفة الجهود نسبة لمكافحة مهربي البشر بشكل أخص. يجب ألا ننسى أن تركيا انتظرت طويلا قبل أن تخصص لها 3 مليارات يورو. الجهود يجب أن تتواصل من أجل تنفيذ كافة بنود الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي. مارتن شولتز، merci beaucoup. Merci à vous.